بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا متابعينا، معكم اليوم دكتور محمد غزال في درس HTML Table من ضمن سلسلة دروس تعلم الـ HTML لتصميم صفحات الإنترنت. بالدروس السابقة تعلمنا الكثير، فيكم ترجعوا للدروس السابقة من خلال الاشتراك في القناة ومتابعة باقي الدروس تباعا. اليوم حنتكلم في موضوع الـ HTML Table. كلنا بنعرف أن التيبل هو عبارة عن مجموعة من الصفوف والأعمدة، وفي بين الصف والعمود، تقاطع الصف مع العمود، هناك داتا، هناك بيانات توضع في كل تقاطع ما بين الصف والعمود، يوجد تيبل داتا. لذلك حنعرف احنا التيبل هو عبارة عن تيبل موجود، حيكون عبارة عن مجموعة من الروز، وكل رو في تيبل داتا. كما علمنا او كما رأينا في الدروس السابقة ان اوامر الـ HTML تأتي أفقيا، يعني الآن نمشي سطر 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 سطر، لذلك سيكون عندنا تيبل رو وليس تيبل كولوم. التيبل رو هو السطر، سطر الجدول، التيبل كولوم هو عمود الجدول. احنا حنعرف بلغة الـ HTML التيبل رو لأنه احنا بنمشي أفقي سطر سطر في لغة الـ HTML، مش حنعرف التيبل رو، ولكن تباعا حيجي التيبل رو من خلال كل سطر احنا بنعمله هيكون عبارة عن مجموعة من التيبل كولوم. طيب أول شيء إحنا ندخل الآن نعرف أو ندخل على ال HTML document، بنفتح تاج ونقول HTML وبنيجي نقول هنا لير HTML table. طيب بنيجي الآن بدي أعمل تيبل، قبل ما أعمل تيبل خلينا نقول H1 هنا نقول لير HTML table، بحيث ان يكون في عندي عنوان لهذا الدوكيمنت او هذه الصفحه. الان بمجرد ما اعرف تيبل يجب انه ابدا التيبل في تيبل تاج اوبن وكلوز، يعني التيبل ايا كان عرضه ايا كان اعمدته يجب ان يبدا بتيبل وينتهى بتيبل، تيبل تاج تيبل تاج. طيب زي ما تفضلنا قلنا التيبل بده يمر افقيا، اصبح انا الان يجب ان اعرف التيبل رو، يعني في عندي في كل تيبل رو انا تيبل رو الاول هيكون في عندي تيبل رو ثاني وهي تيبل رو ثالث، خدتوا بالكم؟ يعني انا بعرف تيبل رو لكل سطر بعرف له تيبل رو. طيب داخل التيبل رو هيكون عندي انا مجموعه من التيبل داتا، يعني اليوم كل تيبل داتا تعبر عن كولومن، يعني اذا انا اوجدت في التيبل رو فقط تيبل داتا واحده اصبح هذا الجدول عباره عن عمود واحد. طب لو وضعت تيبل داتا جنب التيبل داتا بيكون عباره عن عمودين. وضحت كيف الصوره؟ طيب تعال نشوف ايش التيبل داتا وايش التيبل هيدر. طيب عشان انا بتكلم عن تيبل دائما الهيدر اللي هو اول سطر في العمود حيكون في عناوين. كنا شايفين انه التيبل الرو الاول بيكون مثلا student number, student name, student address، هذا عباره عن هيدر، يعني بده يكون الخط تبعه بولد او الخط تبعه متميز عن خط البيانات في داخل في باقي الخلايا في داخل هذا الجدول. لذلك سنعرف في السطر الاول في الرو الاول حنعرف تيبل هيدر تي اتش مش تيبل داتا. طيب هاي عملنا تيبل هيدر واحد وهي تيبل هيدر الثاني وهي تيبل هيدر الثالث، ولو بدنا نكون عندنا هاي تيبل هيدر الثالث. الان هذا العمود هذا عفوا السطر كيف داخله؟ هاي عمود اول عمود ثاني عمود ثالث. هاي العمود الاول هنا بده يكون ما بين التيبل هيدر الاولى وما بين التيبل هيدر الثانيه التيبل الثاني العمود الثاني، والعمود الثالث حيكون هنا ما استبدال التيبل هيدر الثالث. طيب بدي اجي انا اقول التيبل هيدر الاول بدي اقول ستودنت نمبر. طيب نمبر التيبل هيدر الثاني هي شفتوا كيف ستودنت نيم، التيبل هيدر الثالث ستودنت ادرس. طيب بنيجي هنا التيبل رو الثاني، زي ما قلنا اول شيء التيبل بده يمر على السطر الاول وينشئ التيبل رو، هذا رمز التيبل رو تي ار اختصار للتيبل رو للسطر الاول. طيب حيكون الخليه الاولى عباره عن هيدر، يعني عباره عن عنوان للعمود الاول،
التيبل هيدر الثاني حيكون عبارة عن عنوان للعمود الثاني، التيبل هيدر الثالث حيكون عبارة عن عنوان للعمود الثالث، وهكذا نستمر إذا إحنا بدنا عمود رابع وخامس وسادس وما إلى ذلك. طيب الآن بننزل على موضوع السطر الثاني، حيحتمل البيانات. أصبح لاحظوا معايا كل عمود أو كل تيبل هيدر فيه تحته حيكون تيبل داتا. أنا الآن التيبل هيدر هذا بدي أحط في تحته تحت منه تيبل داتا تي دي، اختصارها تي دي ستودنت نمبر، بقول له اس تي دي 1 2 3، وكأنه رقم الطالب اس تي دي 1 2 3. طيب الآن هذا بدي أعتبره التيبل داتا الأولى مقابل التيبل ايش؟ هيهم لاحظوا هنا حتى على اساس نضلنا مميزين الامور، بس لنوع نوع من انواع التمايز. طيب التيبل داتا الثاني حيكون عباره، نقول الطالب اللي هو يوسف، يوسف محمد. طيب هنا خلصنا التيبل مين؟ التيبل داتا الثاني، ومقابله حيكون او اسفله، هو حيكون اسفل التيبل هيدر اللي فوق. طيب بعد هيك بندخل على التيبل داتا الثالثه، التيبل داتا اي دي الثالثه حتكون عباره عن السنت ادرس، بنقول له في غزه من سكان غزه. تعالوا هنا، هاي هنا هيك احنا خلصنا. اصبح لاحظوا معايا التيبل رو الاولى، الاولى كانت عباره عن راس الجدول، نتكلم عن عنوان العمود الاول، عنوان العمود الثاني، عنوان العمود الثالث. الآن السطر الثاني اللي هو التيبل رو الثاني حيحط فيه بيانات لأول عمود، بيانات ثاني عمود، بيانات ثالث عمود. نفس الفكرة بنيجي عند التيبل رو الثالث وبنقول هاي تيبل داتا، وبنكرر الكلام هذا على النهاية، هاي اس تي دي 1 2 3 4 5 مثلا، وهاي التيبل داتا حتى نميز الأمور. بنفتح تيبل داتا ثانية، هاي تيبل داتا ثانية، بنقول هاي علي، علي احمد، علي احمد، وهي خلصنا التيبل داتا الثانيه. بنيجي على التيبل داتا الثالثه بنقول له انه هو في مدينه رفح، هي التيبل داتا الثالثه وبنقول له هو في مدينه رفح. لاحظوا معايا الان ايش اللي بده يصير، بدنا نروح نشوف ايش اللي صار عندي في هذا الدوكيومنت. لاحظوا معايا بس مراجعه اخيره، بدانا بتيبل وسكرنا بتيبل، كل تيبل رو اما بده يكون في تيبل داتا او تيبل هيدر. التي اتش بتيجي اذا كنا احنا عندنا عنوان عمود الجدول، وممكن يكون العنوان بالسطر بالمناسبه، العنوان يكون في السطر، يكون ممكن هنا يكون عنوان حسب طبيعه الجدول. احنا بدنا جدول عمودي، العمود الاول يكون راسه اللي هو التيبل هيدر، والراس والاسطر الثانيه التيبل داتا، وهنا الاسطر الثانيه حتكون عباره عن تيبل داتا. نعمل سيف، وهنا بنعمل كنسل، وبنروح نشوف ايش اللي صار عندي في هذا الموضوع. هاي على الديسكتوب، بنقول له هنا ليرن اتش تي ام ال، وهنا بنقول له اللي هو تيبل دوت اتش تي ام ال. هنلاحظ شغله معينه الان، شايفينه انه عباره عن تيبل، ولكن وين البوردر، وين الحدود، ليش مش جاي على عرض الصفحه؟ بدي احط بعض الخصائص على التيبل واظهر من خلالها الحدود، واظهر من خلالها اللي هو يكون عرض الصفحه، يعني يجي الجدول هذا بحدود معينه، حدود على كل خليه، وكذلك يكون عرضه عرض الصفحه. بنيجي هنا على موضوع الخصائص، افتح الان الخصائص على التيبل، بنقول التيبل عباره، بنديله ايش؟ الويدث اتريبيوت، بنقوله 100% يعني ياخذ عرض الصفحه. من وين؟ عرض البادي. ايش كان البادي؟ كان والله ماخذ الشاشه كلها، بده يكون 100% من عرض الشاشه. طيب بنيجي عند التيبل برضه، بدي اياه يكون عباره عن، اقول له البوردر، هاي اديته خاصيه البوردر، وممكن احطها في داخل الستايل الواحد بكسل او 2 بكسل. وبنيجي هنا بالمناسبه بنقول في التيبل رو بنقوله برضه بوردر، هاي بوردر، بعتقد لا بده ينحط في ضمن الستايل. نشوف بس، تعال نشوف احنا اذا حطينا على التيبل في البوردر، بعد هيك احنا بنحط، ممكن نحط الكلام هذا ضمن الستايل اتريبيوت. طيب نفتح هنا وبنقول هاي الموضوع. لاحظوا معي ايش صار، اللي صار انه فعليا ايش اللي صار، هايو التيبل هيدر هايو امامنا، حتى اخذ خاصيه انه يجي في المنتصف لانه هو عباره عن تيبل هيدر باي ديفولت. وجدنا انه هو عباره عن خط عريض، خط
يأتي في منتصف العمود، وهكذا عريض في منتصف العمود، عريض في منتصف العمود، لأنه باي ديفولت التيبل هيدر التي اتش الخصائص تاعتها متميزة عن الخصائص تاعت التيبل داتا. هي التي دي حتيجي مش عريضة، سيمبل عادي بسيط، وفي نفس الوقت يأتي على المسار اللي هو الليفت الاينمنت، وهنا الليفت الاينمنت او الليفت الاينمنت. هيك احنا بنكون شفنا الجدول وتعاملنا مع الجدول من خلال التيبل هيدر ومن خلال التيبل داتا، وكل تيبل هيدر او تيبل داتا مضمن في تيبل رو. بتمنى يكون الدرس نال اعجابكم، مش حنطول اكثر من هيك، انتظرونا في الدرس القادم حنفصل اكثر في موضوع التيبل، حنتكلم في الكابشن وحنتكلم كيف ندمج الصفوف وندمج الاعمده، ويكون عندنا والله قدره للتحكم في الجدول بطريقه اسهل واكثر يسر. اتمنى يكون الدرس نال اعجابكم، ولا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واكتبوا لنا اي تعليق او اي استفسار في التعليقات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.